مشاهدي قناة الوسط الأعزاء، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج هنا ليبيا، وتتزامن حلقتنا اليوم مع انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والذي يتطلع إليه الليبيون كبادرات أمل أخرى في مسار السعي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في بلادنا، وإنهاء حالة الانقسام، والاستعداد لموعد الاستحقاق الانتخابي المنتظر في 24 من ديسمبر القادم، وندعو أن يحفظ الله ليبيا. مشاهدينا الأعزاء، في حلقة اليوم وكما عودناكم دائما سيكون في صدارة فقراتنا متابعة الجهود القائمة لمكافحة فيروس كورونا، إلى جانب ما يستجد من أخبار في مجالات الخدمات التي تقدم للمواطنين في عدد من المناطق الليبية، وآراء المواطنين وملاحظاتهم وشكاويهم أيضا بشأن أداء الجهات المحلية ومسؤوليها في تعاملهم مع مشاكلهم ومطالبهم وردود الجهات المعنية على هذه المطالب. مسحات عشوائية بمدينة الخمس. الهلال الأحمر يحتج ضد التدخل في أعماله. غرسة موهبة الشعر الصغيرة. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجنوب، وتسلم مختبر المركز 62 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 44 عينة منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وجاءت الإصابات موزعة بواقع 6 حالات في كل من سبها والشاطئ، وثلاث حالات في مرزق، وحالتان في زغن، وحالة واحدة في أم الأرانب، إضافة إلى شفاء 17 مصاب. نظم مركز الرصد والفلترة ببلدية الخمس حملة موسعة للمسحات العشوائية للمواطنين في الأماكن العامة بالمدينة، وذلك بعد تفاقم عدد الإصابات وانتشار ملحوظ للوباء. التفاصيل أكثر مع مراسلنا عبد الحميد سليم. نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ببلدية الخمس، نظم مركز الرصد والفلترة ببلدية حملة مسحات عشوائية للمواطنين في الأماكن العامة بمدينة الخمس. لتزايد الحالات في مدينة الخمس، رأى المركز أن يقوم بحملة سحب عشوائي في الأماكن العامة، في المصارف، في المستشفيات، وطبعا خطوات أخذ المسحة، تسجيل الحالة، يقوم بتسجيل اسم الحالة والعمر ومكان والأمر ورقم الهاتف. طبعا يتوفر نوعين من المسحة، بي سي آر والرابيد تست. تستمر هذه الحملة لمدة 4 أيام، تستهدف من خلالها المواطنين المخالطين ومن لديه شكوك في الإصابة بفيروس كورونا والمواطنين الذين يرغبون في السفر، بالإضافة للأجانب والعملة الوافدة. اسمي رمضان غطاس مسعود من مصر. والله نشكر الطب في ليبيا، احنا معدين جايين من الشغل ولقيناهم واقفين بياخدوا عينة كورونا، وناس مية مية، وناس شايفة عملها، وناس محترمة والله، وناس محترمين معانا، لا بيكلموا حد ولا بيمسوا حد، يعملوا لك التحليل بارك الله فيهم ومشكورين ويسيبوك تمشي. يقوم فريق الحملة بأخذ نوعين من العينات، البي سي آر والرابيد تست، الأول لغرض السفر والثاني اختبار سريع يتم فيه تحضير النتيجة خلال ربع ساعة من أخذ العينة للتأكد من خلو الحالة من فيروس كورونا. طبعا أنا لما جيت هنا للخيمة هذه أو المكان هذا المعد لهذه الكشوفات من تلقاء نفسي، بدون ما عنديش أي أعراض ولا عندي أي شبهة، ولكن من باب الاطمئنان على الصحة العامة، وحتى يطمئن الإنسان على نفسه ولا يكون سبب في نقل هذه الأوبئة أو الأمراض إلى غيره لا سمح الله سبحانه وتعالى. تهدف الحملة للكشف المبكر عن بعض الحالات التي قد تكون مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة وضمان عدم المخالطة لغيرها،
للحد من انتشار الفيروس. لقناة WTV عبد الحميد سليم، الخمس. مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم معنا الدكالي سالم، أحد العاملين في مركز الرصد والفلترة بالخمس. مرحبا سيد الدكالي. بداية الحديث، ضعنا في صورة الوضع الوبائي في المدينة حاليا. بسم الله. بالبداية رحب بالقناة. والوضع الوبائي في الفترة هذه الحقيقة يعني فيه انتشار زيادة ملحوظة يعني في الشهرين اللي بعد رمضان في انتشار الفيروس وبدون أعراض. نعم. هذا السبب خلانا ندرنا هذه الحملة القائمة دي عن طريق فريق الرصد والتقصي لاستجابة السريعة بالبلدية، المسح العشوائي في الأماكنات المختلفة، ومستمرة الحملة لمدة أسبوع لمعرفة مدى انتشار هذا المرض اللي هو فيروس كورونا ووعي المواطن بهذا المرض. نعم. طيب، هل حملة التطعيم لاقت إقبال من المواطنين؟ إيه طبعا، إقبال كويس ملحوظ وجيد يعني في المستوى المطلوب يعني. نعم. طبعا لقينا وعي المواطن كبير في الإقبال على هذه المسحات. نعم. إنه يدير مسحة ويتعرف على المرض وكيف يقي نفسه. فيعني الحقيقة يعني كانت استجابة كويسة من المواطنين والرغبة. ما كناش متوقعينها أن يعني ناخذ العدد الهائل هذا في يوم، في 3 ساعات إلى 40-50 حالة. من وعي المواطن بروحها يعني. نعم. يشبح الفريق يجي يقول أنا بدي مسحة، عندي عرض كذا، مريت بمرحلة كذا، فنزلوا في الاختبار السريع والحمد لله الأمور كويسة إن شاء الله. طيب، ما هو وضع الإمكانيات اللي تعملون بها حاليا في ظل هذه الجائحة؟ والله بالإمكانيات المتاحة عندنا يعني بإمكانيات بسيطة، ولكن نستطيع التغلب عليها. بس عندنا مشكلة يعني، احنا في الجهاز طبعا بي سي آر هو اللي ما عندناش في البلدية، فنرفع لي من المركز الوطني طرابلس والباقي نديها في الاختبار السريع. والباقي المشاكل يعني كلها تدلل يعني، ونستطيع ان نتغلب عليها تمشي الامور كويس ان شاء الله. هل هناك حملات توعية؟ يعني هل تقوموا بحملات توعية؟ وكيف؟ طبعاً. طبعاً. طيب، كيف تفاعل الناس معكم خلال هذه الحملات؟ اشتجاري كويس يعني. لاحظنا أن الناس قصدي عندهم وعي، أصبح في على وضع الفيروس وكيفية التعامل معه، وكيفية أنك أنت لما تحس بأي عرض بسيط تجيلي الفلترة وتعرض نفسك على الدكتور وتسأل وتقول أني عندي أعراض، مريت بكذا وكذا وكذا. عن قبل يعني، قبل كانت مفيش، لكن الآن في ناس تجي أول ما يحس بأي عارض من الأعراض اللي هو حصلها في التوعية يجي على طول للدكتور. نعم. سيد الدكالي سلام، أحد العاملين في مركز الرصد والفلترة، لك جزيل الشكر بالخمس. نظمت جمعية الهلال الأحمر الليبي وقفة احتجاجية في مدينة بنغازي استنكارا ورفضا للتدخل المستمر في أعمالها. وحمل الهلال الأحمر الليبي في بيان له النائب الأول لرئيس مجلس النواب كافة الأضرار اللاحقة بالجمعية من تهديد لوحدتها واستقلاليتها. إن جمعية الهلال الأحمر الليبي هي جمعية أهلية تطوعية ذات نفع عام مساعدة للسلطات العامة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة. تأسست في 5 أكتوبر 1957 ميلاديا بمدينة بنغازي، واعترفت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وانضمت إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في عام 1958 ميلاديا. وهي تعمل على هذه المبادئ السبع للحركة الدولية، وتعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وتخفيف من معاناة الفئات المتضررة من النزاعات والكوارث عن طريق فروعها 36 المنتشرة في كافة أرجاء البلاد. وقد نظم عملها المشروع المشرع بعدة قوانين وقرارات، آخرها القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن الهلال الأحمر الليبي، والذي خول الجمعية العمومية للجمعية اختيار قيادتها من رئيس الجمعية ونائبه والأمين العام. وهي تتمتع باستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تجسيدا لمبدأ الاستقلالية والذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للحركة الدولية. إلا أن الجمعية فوجئت بتدخل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإصدار قرار بتشكيل لجنة تسييرية للهلال الأحمر
بالمخالفة للقانون ولمبادئ الحركة، وتم إلغاء القرار عن طريق السيد المستشار رئيس مجلس النواب، إلا أن النائب الأول أصدر عقب ذلك كتابا مستمرا في التدخل في الجمعية، وإن أعضاء الجمعية العمومية المجتمعون في مدينة بنغازي بتاريخ اليوم السبت الموافق 19/6/2021، وإذ يستنكروا ذلك ويرفضوا أي تدخل في أعمال الجمعية وأي تغيير من خارج جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون، فإننا نحمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب كافة الأضرار اللاحقة بالجمعية من تهديد لوحدتها واستقلاليتها، وندعو النائب العام للتدخل بالتحقيق واتخاذ إجراءاته القانونية في جرائم إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة، كما إننا نتقدم بالشكر لكافة المتضامنين معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية، مفوضية المجتمع المدني والحركة العامة للكشاف ومؤسسات المجتمع المدني ومجالس الحكماء والسلطات المحلية وكافة المهتمين بالعمل الإنساني والقانوني وجهاز الإسعاف وخدمات الطوارئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء الجمعية العمومية الهلال الأحمر الليبي. حول هذا الموضوع تنضم إلينا مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالجمعية حنان الصعيتي. مرحبا سيدة حنان، بداية ما هي آخر المستجدات بخصوص ما تضمنه بيانكم في تدخلات في الشأن الداخلي للجمعية؟ أهلا بك فرح وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية أصحح التعريف، هو مدير مكتب الإعلام والتواصل بالأمانة العامة. نعتذر عن ذلك. تمام. فيما يخص هذه الوقفة الاحتجاجية، طبعا هذه الوقفة كانت بحضور رئيس الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي ونائبه و34 عضو بالجمعية العمومية، أيضا الأمين العام للهلال الأحمر الليبي ونائبه حضروا هذه الوقفة ورؤساء المكاتب والأقسام بالأمانة العامة بالإضافة إلى مدراء الفروع على مستوى ليبيا، وتنظيم هذه الوقفة عن طريق المتطوعين على مستوى الفروع. نعم. هذه الوقفة طبعا جاءت استنكارا واحتجاجا على التدخل في جمعية الهلال الأحمر الليبي، وهي حقيقة طبعا نشرح بشكل مبسط، جمعية الهلال الأحمر الليبي هي جمعية مساندة للسلطات المحلية، وهي مستقلة إداريا وقانونيا وماليا عن الدولة، هي فقط مساندة للسلطات المحلية، يعني لا يستطيع أي شخص أو جهة كانت أن يتدخل أو يدلي بقرارات لجمعية الهلال الأحمر الليبي. نعم. في نفس الوقت أن لاحظنا مؤخرا وجود بعض الجماعات، سواء من كانوا منتسبين للهلال الأحمر وتم إسقاط عضويتهم باتفاق الجمعية العمومية وهم الآن لا يتبعون الهلال الأحمر الليبي، أو عن طريق أشخاص هم لا ينتمون أساسا للهلال الأحمر الليبي بتدخلهم في شؤون الداخلية للهلال الأحمر وتشكيل لجنة يترأسها بعض الأشخاص، وذلك بقرار النائب الأول لمجلس النواب السيد فوزي نويري. للأسف ربما كان يجهل بعض الأمور الخاصة بالهلال الأحمر بإصداره تشكيل لجنة تسييرية، وهذا أمر مخالف للنظام الأساسي للجمعية. طيب السيدة حنان، وتم الحديث مع طيب سيدة حنان، الأيام الماضية كان هناك اجتماع لجميع مدراء الجمعية على مستوى ليبيا في بنغازي، كيف كان هذا اللقاء وعلى شنو تم يعني شنو الحاجات اللي تم تأكيد عليها خلال هذا الاجتماع؟ هو طبعا الاجتماع هذا اجتماع الهيئة العامة، عشان نكونوا بس مفرقين بلاك، لأن كان سؤالك الأول بخصوص الوقفة وتوى على الاجتماع، احنا أمرين مختلفات ولكن في بعض البنود متفقات فيهن. اجتماع الجمعية العمومية هذا اجتماع دوري يحدث كل سنتين، لكن توقف السنة الماضية بسبب جائحة الكورونا كما يعلم الجميع. هذا الاجتماع يتم فيه اجتماع كافة أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الفروع المنتخبين من قبل المتطوعين، وبحضور النائب بحضور الأمين العام ورئيس الجمعية ونائبه ومدراء الفروع. هذا الاجتماع يتم فيه اتخاذ مجموعة من القرارات، ويتم فيه مناقشات عديدة لأمور تهم مصلحة الجمعية، من ضمن أبرز هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها هو رفض تدخل أي جهات كانت والمحافظة على وحدة واستقلال الجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وتكرار محاسبة كل من يحاول التدخل في شؤون الجمعية بشكل قانوني. أيضا تم طلب
مخاطبة النائب العام بالتدخل بشكل عاجل وسريع لمحاسبة هؤلاء الأشخاص. إذ نرجع لهذا نرجع للوقفة الاحتجاجية، الوقفة الاحتجاجية تم مخاطبة فيها بشكل مباشر، ربما سمعت البيان للنائب العام بالتدخل، لأن الجمعية كما يعلم الجميع وفي بعض الأشخاص ربما يجهلون النظام الأساسي للجمعية هو نظام انتخابات، يعني هؤلاء هذه الجمعية العمومية التي شمعت في بنغازي بعد 4 سنوات يتم اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، وليست عن طريق اللجنة التسييرية التي شكلت عن طريق بعض الأشخاص وبقرار من السيد فوزي أنويري. كما في نفس الوقت استغل وجودي الآن معك فرح أشكر السيد المستشار عقيلة صالح لإصدار قرارات حازمة تلغي كافة التدخلات من الأطراف ومن الجهات في شؤون الهلال الأحمر الليبي، أصدر قرار يلغي أي تدخل ويؤكد على وحدة واستقلال الجمعية من ناحية إدارية وقانونية ومالية. نعم سيدة حنان السعيدي لك جزيل الشكر على إطلاعنا على آخر المستجدات. مشاهدينا فاصل ونتابع حلقة هنا ليبيا. أقيم في مدينة بنغازي مهرجان براح الثقافي الذي يخصص كل يوم من أيام الأسبوع لواحد من الفنون السبع، منها فنون الأداء والفنون التشكيلية، إلى جانب عدد من المعارض الفنية المتواصلة وكذلك ندوات وورش عمل خاصة بالشباب والأطفال. مشاركتي اليوم هو معرض شخصي أسبوع براح الفني، حقيقة أول مرة نشارك في بنغازي، وأعتبرها يعني هي طبعا بادرة فريدة من نوعها بالنسبة لي، وأنا سعيدة جدا بوجودي في بنغازي وكمشاركة أولى لها طعم خاص، إننا برا طرابلس في مكان ثاني تعرض فنك بشكل مختلف، تشوف حتى التبادل الثقافي الفكري بين المدن هو شيء مهم، تعرف على فنون أخرى، مستوى الفنون يعني عندك يعني ممتد إلى أي درجة يهمنا، والحقيقة إحنا يعني وجودي في براح يعني يمثل أيضا بيت اسكندر الفنون في طرابلس، يعني احنا اوريدي بدينا يعني ان في اوجه تعاون بين المؤسستين، وان المفروض ما يكونش هذه مش اول يعني عمل فني او مشاركه، هي حتكون بشكل مستمر ان شاء الله. المره هذه في بنغازي والمره الجايه حتكون عندنا احنا في طرابلس، ننتقلوا لمدن اخرى بحكم ان اكثر مكانين هم متفاعلات اكثر مع الفن والثقافه، في عندهم تجمع للشرائح المثقفين والفنانين ومحبي الفن، فهذا شيء مهم أن يجمعوا كل مرة في مكان، نوصلوا الفكرة متاعنا ثقافتنا، وهي أنا يعني سعيدة عاود أقولني فعلا سعيدة، وأنه هي خطوة كبيرة جدا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مهرجان براح حازم الفرجاني. سيد حازم، قبل الحديث عن المهرجان حدثنا عن منتدى براح الفني وعلى أنواع الأنشطة اللي يمارس فيها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هو مش منتدى، من تجمع لعدة منظمات تقدر تسميها اتحاد لمنظمات مدنية فنية ثقافية بمدينة بنغازي. التجمع هذا بدأ من نهاية 2019 على وجه التحديد شهر 9/2019، قمنا بعدة أنشطة كالدورات في مجالات الفنون والثقافة والإعلام، كذلك عدة ورش عمل، حفلات، معارض. مبدأنا الرئيسي في هذا المكان اللي هو المشاركة، حيث أن احنا نتشارك سواء كان في المكان او في الانشطه مع عدد كبير جدا من المؤسسات والجمعيات الناشطه في مدينه بنغازي وفي غيرها. نعم. معنا الجمعيه الليبيه للثقافه اللغه العربيه، منظمه الفيلم الليبي، منظمه الليبيه للتراث، فرقه الباهيه للفنون المسرحيه، فرقه الزمن الجميل الموسيقى، منظمات مؤسسات كثيرة جدا تعاوننا معها خلال الفترة السابقة زي جمعية التواصل، القانون الليبي، القانون الثقافي التباوي،
فالفكره عندنا في المكان هذا اللي هي اولا التشارك، بحيث ان احنا يد واحده ما تصفقش، لابد ان احنا نشارك مع بعضنا بحيث ان احنا نستطيع ان ننشر الفكر والهدف بتاعنا، اللي هو وضع بصمه ايجابيه على المجتمع، تغيير الفكره النمطيه للثقافه والفنون اللي هي يعتقد الكثر في بلدنا ان هي من الرفاهيه الى وضعها ضمن الاساسيات، بل هي من ضمن اهم الاساسيات اللي ممكن يبنى على اساس الانسان. تغيير التفكير السائد اللي هو متوجه نحو العنف بشكل كبير الى السلم والحب والسلام وال طيب سيد حازم، كيف كانت نسبه المشاركه والحضور؟ كانت فارقه للتوقعات في الواقع. المواطن الليبي بشكل عام لديه اهتمامات كثيره جدا في هرم الاحتياجات الاساسي، فما كناش متوقعين انه يكون في الاقبال والتفاعل الكبير اللي حدث معنا. لكن الحمد لله كان يعني رغم الهموم اللي تبقى الكاهل المواطن الليبي، لكن مع ذلك كان تفاعله ومشاركته وتعاطفه ودعمه كان فوق المتوقع. وهو هذا الامر بتاعنا، انه هو يكون دائما في تجاوب المجتمع لما نقوم به. طيب سيد حازم، بما تنصح فئه الشباب الذين جرفتهم فتره الظروف الصعبه الى دائره العنف؟ العنف لا يؤدي الى العنف. ومثال واضح قدامنا اللي نشوف فيه باستمرار ان كل فعل سيء لديه رد فعل سيء، وكل فعل حسن لديه رد فعل حسن في الاغلب. فننصحهم ان هم انجازين نكون في موقع النصيحه، ان هم يتوجهوا للعلم للثقافه وللادب وللفن، لان هن اللي كونن الانسان الحديث، الانسان الواعي، الانسان اللي هو قادر على بناء المجتمع بتاعه. نعم سيد حازم الفرجاني مدير مهرجان براح، لك جزيل الشكر. كتابة الشعر في درنا لا تقتصر على الأعمار الكبيرة، فالشعر هناك متوارث جيلا بعد جيل، ففي عمرها 16 تمكنت غرسة طه فنوش من مداعبة الكلمات الشعرية وكتابتها بشكل جميل، والمشاركة أيضا في مسابقة عربية والتحصل على تراتيب متقدمة. مراسلنا إبراهيم ومزيد من التفاصيل. في ربيعها 16 تألق اسم غرسة في عالم الشعر الفصيح، كلماتها في الشعر جميلة، فكيف بدأت قصة غرسة مع الشعر؟ بديت الموضوع في 2016، أنا كنت في 6 ابتدائي، وكنت نكتب في حاجات وندس فيهن بيني وبين روحي، وبعدين في 2018 درت صفحة الانستغرام، وقعدت الحاجة اللي نكتبها ننزلها، كتبت شعر في البداية وبعدين توجهت لكتابة النثر. كتبت كلماتها الشعرية التي حملت عنوان ألم، فشاركت بها عربيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحصلت على الترتيب 9، والذي أعطاها دفعة معنوية كبيرة. يتداعى حنيني المرتبك، يشق مسافات الجرح، تتهادج كلماتي الموؤودة في كهف الصمت النائي، يترنح شوقا يسيل غيابي مرتعدة، يتسرب شغفي، يتسرب شغفي بين حبات رمال نبضي عطشا، تمتد بعيدا في وجعي ويرد لروحي فيض رجاء. وحين تكتب غرسة لفلسطين فإنها ترسمها وتلونها وتصف أزقتها ومدائنها العتيقة. إلى فلسطين خذوني معكم، أزور عروس الجليل وأصلي ركعتين في الجامع الأبيض، وأرى أعنابها والدوح من أشجارها. إلى فلسطين خذوني معكم، أذهب إلى يافا عروس البحر وأقتطف من برتقالها ما نقص. إلى فلسطين خذوني معكم، أقيم في حيفا عروس الكرمل وأصعد جبلها وأستمتع بغاباتها وطعم جوزها. تأمل غرسة أن تكون نبتة جديدة مشرقة تفوح بكلمات كلها مشاعر وبحروف تزدان بالشعر، فهل سيحوطها الأدباء والكتاب لدعمها وتشجيعها؟ إبراهيم غضبان، WTV، درنا. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا، دمتم في رعاية الله.